تصدرت مملكة البحرين قائمة الدول العربية كأكثر الاقتصادات حرية في العالم العربي ضمن تقرير الحريات الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر، كما احتلت الترتيب 45 عالميا من بين 165 دولة شملها التقرير. في إطار حرص مملكة البحرين على استمرارية تطوير السياسات والمبادرات الداعمة والمحفزة للنشاط الاقتصادي، تصدرت المملكة قائمة الدول العربية كأكثر الاقتصادات حرية في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023، وحصدت على العلامات الكاملة في 9 مؤشرات مختلفة يقيسها التقرير. وتصدرت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر حرية الدخول الأسواق والمنافسة، كما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن 3 من أصل 5 ركائز رئيسة يقيسها التقرير، من بينها مؤشر حرية التجارة الدولية، لتساهم تلك التطورات التي شهدتها المملكة وانعكست على نتائج التقرير في خلق بيئة جاذبة ومستدامة لممارسة الأعمال. نظمت جمعية مصارف البحرين زيارة ميدانية إلى مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والتكنولوجي وتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف السيدة نوف سوار، مسؤول قسم الاتصال في جمعية مصارف البحرين. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. أستاذة، إلى أي مدى يساهم دمج ثقافة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار لقطاع المصارف والخدمات؟ شكرا لك أختي ريم على الاستضافة. طبعا على مدى السنوات القليلة الماضية أحدث الذكاء الاصطناعي مساهمات إيجابية في قطاع الخدمات المالية، ابتداء من خدمة العملاء وصولا إلى اكتشاف عمليات الاحتيال. ويلعب الذكاء الاصطناعي دور أساسي في تغيير الطريقة اللي نؤدي فيها أعمالنا، وهذا بدوره يسهم في تعزيز استقرار قطاع الخدمات المالية. من أبرز الجوانب اللي أثر فيها الذكاء الاصطناعي على الخدمات المالية، أولاً عن طريق التخطيط المالي. من خلال الذكاء الاصطناعي يمكن للمستشارين الماليين تقديم خدمات التخطيط المالي والمشورة الاستثمارية لعملائهم. كذلك يساهم في الكشف عن الاحتيال. يلعب دور مهم الذكاء الاصطناعي في عمليات اكتشاف الاحتيال باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. تقدر المؤسسات تكتشف الأنشطة الاحتيالية ومنعها بسرعة، وهذا يقلل من الخسائر ويساهم في تحسين الأمن العام. كذلك استخدام روبوتات الدردشة اللي هي تشاتبوت، هي لاقت مؤخرا شعبية كبيرة. يمكن لهذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة العملاء في استفساراتهم وتقديم توصيات مخصصة لهم بناء على تاريخهم المالي وسلوكهم. طبعا هاي باختصار، وفي كذلك جوانب كثيرة ساهم فيها الذكاء الاصطناعي في تغيير قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك المساهمة في التخطيط المالي، تحسين مستوى الأمن وتعزيز كفاءة الخدمات المالية. بالتأكيد الأستاذة نوف سوار، مسؤول قسم الاتصال في جمعية مصارف البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. منح مصرف البحرين المركزي ترخيص مقدم خدمة معلومات الحساب ومقدم خدمة مزودية الدفع لشركة سباير تكنولوجيز، ما يمنح الشركة فرصة لتقديم جميع الخدمات المصرفية المفتوحة في مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أسامة الخاجة، عضو مجلس إدارة شركة سباير تكنولوجيز. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. أستاذ، كيف سوف يساهم هذا الترخيص في توسيع نطاق خدماتكم؟ مساء النور اختي ريم. هذا الترخيص راح يساهم بشكل كبير تمكين شركة سباير من تطوير منصة تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
لتقديم حلول يعني حلول متكاملة مع النظام المالي في البحرين. مثل ما تعرفين الخدمات المصرفية المفتوحة تتيح نقل البيانات من بيانات الزبائن اللي موجودة مع عند البنوك، تتيح نقلها وإشراك الخدمات المصرفية أو الشركات المصرفية المصرح لها، وطبعا هذه بعد موافقة العميل. نعم. لتطوير حلول تتناسب متطلبات الزبائن، وطبعا احنا الفئة أو الشريحة المستهدفة اللي هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. والمتناهية الصغر في هذا التطبيق، لكن كذلك عندنا إمكانية لتطوير تطبيقات أخرى مختلفة تناسب الفئات الأخرى اللي تشتغل في النظام المالي أو لها علاقة بالنظام المالي. بالتأكيد السيد أسامة الخاجة عضو مجلس إدارة شركة سباير تكنولوجيز، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.